قدامي بلوقوف كتجيبك الغيب وكنوليو باتفاق كجيبو البروف عارفين خاطر ما حكموها بالنفاق بالصحة والخاطر كيشوفونا فوق وما حاصلي في النفاق صاحبي غيباطة كازا طاجا في كل ما فوق يا واتساب دراري ونرجع لكم بنوفل فيديو ونوفل رياكسيون رياكسيون ديالو مخصوص يسكن لالبوم ديال سول كينغ ديال خوي دو دايمون اوكي اول تراك كان في الالبوم اللي بدا به هو روك ستار في 2:47 ثانية المهم روك ستار نمشيو ديريكت اخوتي نرياكتيو المهم اخوتي غيكون التحليل ديالي المتواضع ولا الراي ديالي المتواضع على هذا الالبوم ديال خوي دو دايمون اوكي نمشيو ديريكت نطلقوا روك ستار هي الاولى C'est pas un film et si je la force ça court pas Fils de chien t'es en dessous de moi normal que tu me mettes des coups bas J'ai commencé tout bas Aujourd'hui je suis tout bas Je sais que j'ai beaucoup d'ennemis qui veulent Moi et ma chouette nous allons parler des ex Chouïa Tchèche Rakom Arfin Akhtar Tzdrab de copyright ou là Moi et ma chouette nous allons parler des ex Chouïa Chouïa مهم انا ديجا تصنت لهذا التراك هذا جاني تراك يعني مؤثر اوكي تراك اللي خدمو زوين غير هو كان قصير في 2:47 كان عليه تكملت لديك 3 دقائق بحال هكا غادي يجي تراك اللي زوين بزاف هو تراك واعر صراحة روك ستار مهم وغنقول لكم التراكات اللي عجبوني فهاد خوي دو دايمون في الالبوم ديال سول كينغ نمشيو للتراك الثاني اللي هو بامبينا اوكي تراك ملعب بواحد البيت اللي واعر بامبينا كيوجه لي رساله يعني كيوجهو فاس وتراك زوين عجبني بزاف حتى هو ديال بامبينا وكاينين التراكات الاخرين اللي غندوي عليهم دابا من ورا عرفتي فهاد التراك هذا خدم واحد وكيف هاد بامبينا دوى على شخص قال لي ما قديش نبغيك مدى الحياه وشحال من حاجه نمشيو نهربوا شي حاجه بحال ما هكا المهم التراك اللي زوين حتى هو تخدم بطريقه اللي زوينه بلا ما نبقاو ندخلو فشي مواضيع اللي ماشي هما هادوك فهمتي ندوي داك الشيء سطحي بامبينا التراك اللي واعر تخدم خدمه مزيانه تخدم خدمة زوينة يعني عطا فيه الجهد ديالو هاد خوي دو دايمون كامل اصلا عطا فيه الجهد ديالو وندوزو للتراك الجاي بلا ما نطول عليكم واش الفيديو يجي طويل امستردام ليتس جو تحية الناس ديال امستردام حبيبي كيتي لا سيتي المهم غنغادر المدينه سي صاده امستردام تراك لي واعر اخوتي حتى هو من بين التراكات اللي عجبوني انا شخصيا من بين 5 التراكات اللي عجبوني اوكي الالبوم فيه 14 التراك اكزاكتومون 14 التراك هذا امستردام من بين التراكات اللي عجبوني عجبتني فيه واحد النوطاج في مي تو مي مالور اوكي غنكمل كاع التراك واعر امستردام من بين التراكات اللي عجبوني وندوزو التراك الجاي اللي هو ديال غيريا المهم هاد غيريا ديجا دويت عليه الحاجه اللي مشوكاتني هاد غيريا والله العظيم ماشي نورمال يعني داربه واحد الباز اللي ماشي طبيعي يعني واحد السوكسي اللي با واعر واللي ساهمات في الشهره ديالو وزادت في الشهره ديالو زادت يعني كان مشهور فاش غناه في بلانيت غاب يعني ما كانش حتى شي بلاتفورم غناها في بلانيت غاب يعني با بلا ما تسمط ليها وعجباتو بزاف ديال بنادم كان رياكتاها وطلعات بواحد
ديال واحد نسبة المشاهدات هائلة هائلة، قدرت توصل لأكثر من 156 مليون مشاهدة. غيريا تاهي من بين التراكات اللي عجبوني أنا شخصيا كرأي شخصي متواضع. أوي مشيو لغوتشي عاوتاني، غوتشي ديجا سنكلير. زيدو شوية اوكي، قلت لكم كنت نصنت غير لك استخيات صغار من ديال غوتشي. مهم الالبوم كامل غنحطو لكم من تحت في الديسكريبشن باش ما تديرونجاوش معايا في هاد الرياكسي ولا في هاد الريفيو اللي كندير دابا اللي صغير صغير بزاف. مهم في هاد غوتشي اخوتي كان دواء الانتقام، وانهم يعني بنادم كيبقى حاضق يقدر يشبعك حتى القبر ديالك، يعني كيبقى معك طرف الحظية يمشي كيبقى حاضر كيقدر يشبعك حتى في قبرك. قال لك انه ما عنده حتى شي حل من غير انه يتغلب عليهم او للفوز على الاعداء. صح هذا ما كان اخوتي، هذا هو التحليل ديالي لهذا غوتشي. ونمشيو للتراك طاطا طاطا ماليكا تحيه رفقة. بالنسبه للتراك ديال طاطا طاطا ماليكا، المهم بالنسبه لطاطا التراك ديال طاطا فكرني في المزيكا اللي كاملين تقدروا تكونوا عارفينها ديال غاسولينا. يعني الانستري ديالو طاطا طاطا ماليكا. نمشيو للتراك الجاي ديال فروم فروم، وهذا التراك هذا دجا دوينا عليه، واللي باقي ما شافش الرياكسيون يمشي يدخل الشين يشوف. اوكي التراك دوينا عليه خوشي. وبالنسبه لواحد المعلومه عطيتها ليا بزاف بزاف، اللي هي انه داك الكليب او مقتبس من الفيلم ديال ماد ماكس. ماد ماكس تفرجت فيه البارح كنشكركم بزاف، في ساعتين ماد ماكس تحكي على واحد المهم واحد العصابه بحال هكا شاده تما حاقر على دوك الفقراء اللي كاينين لتحت، تيبقى يطلع ليهم الماء شويه وكيحبسو عاوتاني بحال هكا، في الاخر تهرب ليهم وحده. المهم بلا ما ندور، المهم كونسيبت ديال فروم فروم فكرني في ماد ماكس. نتوما كاملين قلتوا ليا اوكي كنسحب داك الفيلم اللي قلتوا رايديك، واقيلا سميتو رايديك ولا ما عرفتش سميتو، اسمحوا لي حيت غلطت في هذيك المعلومه. وكنشكركم بزاف ونمشيو ندوزو للتراك التالي ديال اش ال ام تشا افرو تراب تشا 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 تشا. اوه افرو تراب هذا 77 والله جو سوي شوكي، والله العظيم حتى شوكيت بالتراك هذا حيتاش لعبوا افرو تراب، ما كنتش كنتسنى انايا سول كينغ غيلعب افرو تراب اش ال ام ولا وي ما كنتش كنتسنى يلعبوا افرو تراب، فريمون لعبوا افرو تراب عاجي التراك اللي زوين زوين. بيغ اب ليك اخويا سول كينغ، التراك اللي زوين من بين التراكات اللي عجبوني اللي تلعب افرو تراب، يعني المزيكات اللي كيعجبوني انا بزاف ولا لي زانستري اللي كيعجبوني. هاد الحاجه ما قلتهاش لكم هي لي زال التراكات اللي يكونوا ملعوبين افرو تراب، عاد يكون ملعب افرو تراب كنبقى طالق وكنبقى نتمزك ليه بزاف اصاحبي. تراك لي واعر واعر اخوتي، وكينضاف التراكات اللي واعرين. ودابا غنمشيو للتراك يا
ديال ايطالي. Passe le patron à moi si madara. اوكي بلا ما نطول عليكم في التراك هذا، ديجا درت لي رياكسيون، تصنت لي كاع لي رياكسيون اللي كيكونوا هنايا غتلقاهم تحت في ديسكريبشن، وكاع الفيديو التراكات اللي درت لهم رياكسيون غتلقاهم من تحت. المهم داليدا ديجا درت لي رياكسيون، دويت عليه يعني ما محتاجش دابا ندوي عليه. لي جالو يعني الهيترز وكيفاش حتى وصل، وكنت واحد اللعيبه واحد اللعيبه في الاخر ديال في لو ديبي ديال لا فيديو كليب، هي انه هذيك الدريه كتعتبر من بين هذوك الحاسه ولا هذوك اللي بغاو يعني فاش وصل الشهره ديالو سول كينغ. اوكي ندوزو للتراك الجاي ديال تشيكا. هاد التراك هذا ديال تشيكا، تشيكا الحاجه اللي عجبتني فيه بزاف بزاف هو الانستري. سمعوا لي الانستري، اسمع. تشيكا تشيكا كوكايينا، تراك اللي واعر مخدوم بواحد الانستري اللي شبعان شبعان خباطات اخوتي. اوكي ندوزو التراك الجاي ديال نوسترا بيبي كوسا نوسترا. اوكي نمشيو التراك الثاني. هاد التراك ضارب فيه فيتش مع سفيان اولا كريم ديز الجيريان. وي عرفتي لا كريم ديما كيلعب اغريسيف اخوتي، الصوت ديالو اغريسيف. اوكي هاد التراك هذا اخوتي من بين لي مليون تراك اللي كاينين في الالبوم اللي خدمو سي سول كينغ مع ليكيب ديالو، حيتاش فيه فيت مع سفيان ولا كريم باوي لي زالجيريان. تراك اللي كان زوين زوين من بين تراكات اللي واعرين واعرين صراحه في الالبوم ديال خوي دي دايموند. اوكي ندوزو التراك الثاني هو ديال يوف، واقيلا جو بونس كو يوف. وي يوف. البيت ديالو مفكركم في والو، اسمع. المهم هاد التراك بالضبط اخوتي ديال يوف فكرني في سميتو، خدمو بحال الشكل ديال ميا ميغو، عرفتو التراك ديال ميا ميغو اللي كان صايق في جيب، كان مطلع فيها جيب. ميا ميغو تراك اللي زوين خدمو بحال وبحالو. المهم انا كون حطيت لكم شي اكستري منه، حيتاش لو دوبي ولا تراك كامل حيتاش حط فيه واحد الانستري اللي خدم فيه بحال مياميغو في لو دوبي ديالو. لو دوبي ديال مياميغو في كان فيه واحد الانستري بحال هذا اللي مخدوم فيه. انا خدم بحال ديك الطريقه ديال الراي هنايا بالضبط. هاري 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 نايس نايس، عرفتي تراك اللي زوين اخوتي فغيمون حاجه عرفتي علاش اون فوا حطيت لي زيكوتو غتصنت لي فكرني تو سامبلومون فكرت في التراك ديال ميا ميغو. اوكي ندوزو للتراك الجاي اللي ديال ميراج، جو بونس كو ولا ميراج. وي السراب السراب السراب. اوكي هذا فيت مع خالد الشاب خالد، تحياتي ليه. Come on.
المهم هاد التراك هذا ديال ميراجل، المهم التراك اللي زوين زوين. اوكي هنا بالضبط غنى واحد، غنى على اميره. اميره باني تحت في لي كومونتير راه غنى عليك المسريره اميره مشكسه، باني تحت اميره اللي سميتها اميره تبان تحت راه غنى عليك اختي والله راه شديره راه غنى عليك. المهم بانوا تحت اميرات، اميرات بانوا تحت الاميرات. اوكي تراك اللي واعر اخوتي من بين الفيتات اللي زوينين في الالبوم، وميغاش كتعني السراب يعني يعني امير انت اصبحتي سراب. وي بلا ما تفرحي راه اصبحتي سراب كنضحك. ندوزو للتراك الاخير اللي سميتو باراديز، ماشي باراديز بحار ولا شي حاجه، باراديز تراك. تراك 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 هاد التراك هذا هنا بالضبط سولكينغ باراديز بين لي انه هنا بين لي انه خاصكم توقفوه قبل ما يحطم التاريخ ديال الموسيقى. فريمون الصراحه سيد رائع رائع في التراكات ديالو وفي كاع التراكات اللي خدمهم هنايا خويد دايمون لي ميليور البوم عند سول كينغ، واللي عجبني انا شخصيا مليون البوم عندي فريمون خدمه زوينه. المهم كانت رياكشن ديال اليوم هي ديال الالبوم اخوتي، عجبتكم ديروا واحد لايك سبسكرايب وبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم باش يشوفوا المهم الراي ديالي. وهذا وشكرا لكم اخوتي على كاع التفاعل ديالكم اللي كتفاعلوا معايا، وهذا كان تحليلي المتواضع، ما قلت شي تحليل انه فرضه، تحليل متواضع. والبوم ديال كودي دايمون عجبني عجبني بزاف، المليغ البوم عندي انا شخصيا. المهم اتمنى اخوتي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجوا مع اصحابكم وحبابكم. باوي ولا 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 بيس اند لوف، وكنبغيكم كاملين. وشكرا للناس.